تاني مشروع معانا النهارده ماني فيلوز وصاحبه احمد وادي من القاهره. اتفضل يا احمد. ازيك؟ ازي حضرتك؟ يعني انت متعلم، انا شايفه سي في عظيم جدا، مدارس انترناشونال في الكويت، دخلوك الجامعه الالمانيه في مصر، سافرت المانيا، عملت ماجستير. بالظبط كل ده الباتشلرز وماجستير في المانيا، وبعدين جيت عشان تعمل المشروع ده. بالظبط الماركت هنا في مصر يعني هو اللي بجد محتاج للحل اللي احنا بنحاول نحله. طب اهلك يعني ما مش منزعجين؟ عمالين يقولوا كان لازم تبقى موظف في شركه مثلا مالتي ناشونال، ده كان هيجيب لنا فلوس احسن. طبعا دي حاجه بتحصل لكل الانتربرينورز يعني، بس طبعا في الاول وانس بدات الواحد يبروف او يثبت انه الموضوع يعني شغال بيبداوا يرتاحوا نفسيا شويه. طيب اشرح للجنه بقى عشان احنا مش فاهمين قوي ايه هو ماني فيلوز. الجامعات مش زي ما ناس كتير فاكره انه دي حاجه مصريه او حاجه في الدول العربيه بس، ولكن بالعكس دي متداوله في اكتر من 90 بلد حوالين العالم. المشكله النهارده انه لغايه دلوقتي بيعملوها بنفس الطريقه القديمه العقيمه اللي بدات بيها. ورينا بقى الويب سايت عشان نفهم اكتر، الويب سايت ده بيشتغل ازاي وكده. ده ليجل؟ ليجل. يعني احنا هنا في مصر، يعني احنا بدانا عملنا بيتا صغير هنا في مصر operating من غير ما احنا نلمس الفلوس يعني، بس في very soon او قريب جدا هنبقى public يعني في مصر. ورينا الابلكيشن عامله. طبعا اليوزر عنده كذا اوبشن بقى، واهم حاجه ان هو يقدر يدخل بالنتورك بتاعته اوريدي، بحيث نقدر نسجست ناس يقدر يدخل معاهم جامعيات في ضمن نطاق دايرته. بالظبط. لا عندنا اثنين مودلز، عندنا في ناس تعرفيهم وفي ناس ما تعرفهمش. دي نتورك بتاعت الفيسبوك بتاعتي ولا نتورك بتاعت ايه؟ بالظبط، في عندنا نتورك الفيسبوك، نتورك الدومين بتاع الشغل. لو انا مثلا شغال في مايكروسوفت وفي مصر، ممكن واحد تاني يبقى شغال في ات مايكروسوفت وفي مصر برضه، فبنقترح عليه ان هم دول ممكن يدخلوا جامعات. فانت تحاول تعرف الناس اللي انا اعرفها علشان. بالظبط، ومن الكونتاكتس والارقام والحاجات دي كلها طبعا بتساعد انه احنا نقوي او نامباور السوشيال. بس انت ما بتخليش ادخل جمعيه مع ناس ما اعرفهاش. عندنا موديل بقى اللي هو الجامعات العامه. الجامعات العامه دي محتاجه او بتطلب تصنيف معين للشخص على ماني فيلوز. فطبعا عندنا حاجات كرايتيرياز كتير، التصنيف ده بيعلى، كل ما بيعلى تصنيفه كل ما يقدر يدخل مثلا جامعات مع ناس ما يعرفهاش، كل ما المبلغ الجمعيه ممكن يزيد، يقدر يدخل في اوائل الجمعيه بدل في اواخر الجمعيه. بس طبعا حسب بقى، حسب كل مكان في الجمعيه بنطلب طبعا حاجات معينه. في ايه اللي بيضمني الفلوس؟ دايما احنا سايبين ريسك وحاطين كولاترال معين، بحيث لو نسبة معينة مثلا من الناس بطلوا يدفعوا احنا بندفع لغاية ما نحصل منهم يعني المبلغ. الفلوس هتتحط ازاي؟ الفلوس حاليا في مصر احنا اللي بيحصل انه في الليمتد فيرجن اللي احنا لونشت، الناس بيكلمها مندوب كل شهر يحصل منهم الفلوس وبيوديها على طول للشخص اللي عليه الدور يقبض الفلوس. بس المندوب ده بيشتغل عند مين؟ بيبقى ثيرد بارت يعني، حد ايجنت احنا بنستعمله اللي هم زي الكورير، شركات الكورير هم بدل ما. بس انت واخد بالك في كام ريسك اللي هو في تحصيل فلوس يعني؟ طبعا المندوب ده خد الفلوس وما جاش. طبيعي. لا هو يعني الريسك موجود. لا احنا مش عايزين مسؤوليه هنا، عشان كده البنك المركزي والحته دي شويه ريجوليتد شويه. لازم متسابق مع البنوك لحد النهارده ازاي تلم فلوس وتحط فلوس طبعا وبتاع. طبعا مش اي حد فانت مش من حق واحد يروح ياخد فلوس من حد من بيته، حتى لو شفت في الشركات توصيل البضاعه وكده يقول لك اوصل لك اي حاجه، بس ما تحطش فلوس في الظرف. طبعا صح. ليه؟ لان الفلوس بالذات مسؤوليه. عايز تصريح كما اموال. ما طبعا دي حاجه، وحتى مش بس الفلوس بتروح فين، لازم يبقوا عارفين عاملين كي واي سي لكل شخص. صح. الفلوس دي رايحه. انت ما معكش ده دلوقتي. بس ده فيري سول. انت مش بنيه على مصر يعني، انت لحد دلوقتي الديمو بتاعك ده مش مبني على السوق المصري. بس خلاص يعني كمان اسبوعين بكتير هيبقى مبني لوكلايزد لمصر تماما. ما هو انا سؤالي بقى، بما انه فاضل اسبوعين على اللوكلايزيشن، فين الفلوس؟ بناخد تصريح معين مع بنك معين. لازم بنك. اول ما دخلت بنك
خرجت من سهوله فكره الجمعيه. الجمعيه فيها حاجه حلوه قوي، ناس عارفه بعض، بيتقابلوا في الشغل او قرايب بعض او ساكنين جنب بعض، ضامنين بعض، بيعطفوا على بعض. قد اكون انا محتاج الفلوس اكتر من صحابي، فالباقي مستعدين يدوني انا الاول. صح. له سيستم كده تكافلي وماشي كويس. احنا الاربعه كده نعمل جمعيه عشان عارفين مثلا لميس عايزه حاجه اللي يخليني اروح عندك. البروسيس كلها يعني احنا انه عشان تدخل جمعيه لازم يعني سيميليتنج الموضوع. انا بتصل بكل اصحابي، وغالبا مش كل اصحابي، هم بس خمسه او سته اللي بقدر اكلمهم، فبالتالي مش دايما بلاقي المستعدين يدخلوا معايا جمعيه بالمبلغ اللي انا محتاجه وبالوقت اللي انا محتاجه. احمد، وانت بتاخد ترانزاكشن فيز؟ احنا بنعمل فلوس ازاي؟ ان احنا اما بيجي الشخص يقبض او يجي دوره عشان يقبض فلوس، عنده اختيارين، عنده يقبض يا اما كاش او تحويل بنكي. ففي الحالة دي بدل مثلا ما بياخد 10,000 بياخد 9,800 جنيه، واحنا مثلا بيبقى معانا 200 جنيه. تمام، انتوا كام واحد في الشركة؟ احنا خمسة حاليا. خمسة. وفول تايم الخمسة؟ فول تايم. يعني انت دلوقتي بتصرف عليهم من جيوبكو؟ بالظبط، احنا سو فار بوت سترابنج بقى لنا حوالي سنتين، هو بس بالراوند حوالي 20,000 دولار. ده اوكي. وبحتاج قد ايه؟ احنا محتاجين حوالي، احنا دلوقتي بنحاول نريز 6 مليون جنيه، راوند 6 مليون جنيه. يعني لا لا، كام في المية من الشركة؟ مش عايز تقول؟ عادي اقول. لا بقى انت اللي تقول لي عايز تقول. احنا لا يعني الفالويشن حوالي مثلا 25 بوست موني فالويشن. اوكي. 25 مليون يعني ايجيبشن باوندز. بناء على ايه؟ انت لسه ما ابتديتش حاجة. بناء على ايه؟ احنا تيم جايين من باك جراوند، فاهمين يعني ايه بالظبط الجمعيه، كنا في جمعيات قبل كده كتير، ففاهمين بالظبط نص شعب مصر في الجمعيات بالظبط. يعني بحكي كذا حاجه يعني. وطبعا عندنا احنا ديفلوبت كتير في كذا حاجه، عملنا بايلوت مع رابو بنك في نيذرلاندز، عملنا دخلنا من احسن فينتك اكسلريتر في العالم. طبعا الحاجات دي كلها استفدنا منها كتير، هي وفي فلاتكس لابز هنا في مصر، واحنا خلاص بنقفل بارتنرشيبس مع بنوك هنا. وفي نفس الوقت عملنا كل ده بوت ستراب، يعني ما صرفناش ولا ما خدناش يعني انفستمنت قبل كده. انا بشكرك يا احمد، وان شاء الله النتيجه في نهايه الحلقه.